لكننا في العصور المتأخرة نسينا أنفسنا. هذه الأمة اليوم نسيت مكانتها ومكانها، وتخلصت من عزتها ومكانتها. فهذه الليلة البارحة كانت مدينة حلب تقصف بأنواع الأسلحة، حتى الألغام البحرية يقصف بها الشيوخ والركع والصبيان والرضع والنساء في مضاجعهن، والآمنون وهم نائمون على فرشهم أو يصلون يقصف أهل السنة. تكالب عليهم العالم وغزاهم، فجاءت روسيا بكل أسلحتها الجوية والبرية والبحرية، وجاءت إيران بكل ميليشياتها وحرسها الثوري، وجاء النظام المصيري بكل ما يملكه من براميل متفجرة وغير ذلك، وجاء القصف الأمريكي، وجاء القصف الصهيوني، وجاء المتطرفون بما يملكونه من أسلحة وما تعطيهم أمريكا كذلك من أسلحة. فتكالبوا جميعا على أهل السنة، وهي عبادة جماعية لهذه المدينة العريقة التي تحمل عبق التاريخ. هذه المدينة غزاها كسرى بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين سنة، فهدم أسوارها وخربها، ثم عادت إليها العمارة بعد ثلاث سنوات، ثم غزاها بعد ذلك البيزنطيون فخربوها فعادت إليها العمارة بعد خمس سنوات، ثم فتحها المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت دار الإسلام وشهدت عزة الإسلام. ثم في القرن الرابع أصابها زلزالان متقاربان بينهما سنة واحدة، فتحطمت أسوارها وسقطت منائرها وهجرت أسواقها وخربت، فأعاد بناءها سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء بن حمدان التغلبي، وأعاد عمارتها وجعلها عاصمته، جاءها من منبج القريبة منها. ثم بعد ذلك خربها التتار فأعادها نور الدين زكي وبناها، وأعاد بناءها حتى عادت إلى شبابها وأوجها ونشاطها التجاري والصناعي وغير ذلك. وهي اليوم يخربها أعداء هذه الأمة، والأمة في سبات وسكوت مطبق، لم نسمع أحدا يستنكر ما حل بأهلها، لا منظمة التعاون الإسلامي ولا الجامعة العربية ولا أحد من رؤساء العرب يحتج على روسيا، بل السفارات الروسية في كل بلد محروسة خوفا من المظاهرات السلمية القانونية التي لا يخاف منها أحد، مجرد احتجاج تقع في أي بلد من العالم. هذا الصمت المخزي دليل على أن هؤلاء قد نسوا من هم، ونسوا أنهم من هذه الأمة، أمة العزة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من خذلان حكامنا، حكام المسلمين جميعا للمسلمين في حلب، ونضرع إلى الله بأن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن يحقن دماءهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ديان السماوات والأرض الحي القيوم الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أن ينزل سخطه وعقابه وعذابه على أمم الكفر المحاصرة لحلب. اللهم أنزل على روسيا صواعق غضبك وعقابك، اللهم أنزل عليها قنابل التدمير، اللهم رد كيدهم في نحورهم، وسلط بعضهم على بعض، وأنزل بهم المثلات، وهزمهم شر هزيمة. اللهم إنا نسألك أن ترد عن أهل السنة كيد الروافض ومن عاونهم ومن شايعهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكفِ المسلمين شرورهم، اللهم رد كيدهم أجمعين في نحورهم، واكفِ المسلمين شرورهم، يا قوي يا متين.